Thank you, Prime Minister Holness, for your kind words of introduction. I'm delighted to welcome. أثار خبر وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي حين انشغل العالم بالحزن على وفاتها ونكس العلم البريطاني فوق قصر بوكينغهام في لندن، انشغل آخرون بالتحقيق في نسل الملكة الراحلة وما إذا كانت من نسل النبي محمد، فما حقيقة الموضوع؟ I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption. وفي التفاصيل، يعود التحقيق بنسل الملكة إليزابيث إلى عام 1986، وكان قد أثير مجدداً عامي 2015 و2018، إذ كانت قد نشرت تقارير إعلامية عام 2018 عن الاعتقاد أن الملكة إليزابيث الثانية هي من نسل النبي محمد بعد تتبع شجرة عائلتها إلى 43 جيلاً. وفي حين عبر البعض أنها كانت حفيدة النبي محمد أو أنها تنحدر من سلالته وفقاً لبعض المؤرخين، قوبل هذا الاعتقاد بتشكيك، وتكلم مؤرخون على عدم جديته أو صحته وصولاً إلى نسفه كلياً، فما حقيقة الأمر؟ عام 1986 ادعى عالم الأنساب هارولد بيكر وجود ارتباط محتمل بين الملكة إليزابيث الثانية ونسب النبي محمد، حيث كتب إلى رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر في ذلك الوقت: لا يعرف الكثير من البريطانيين أن دماء النبي محمد تسيل في عروق الملكة، وذلك بحسب صحيفة النهار. وعام 2015 أثارت تصريحات المفتي السابق لمصر علي جمعة موجة من الانتقادات بعدما قال أن هناك مراجع تاريخية تشير إلى أن العائلة المالكة في بريطانيا ربما تعود أصولها إلى آل بيت النبي محمد. وفي نيسان 2018 أثير مجدداً موضوع ارتباط الملكة إليزابيث الثانية بنسب النبي محمد في تقارير إعلامية لا سيما بريطانية، وقد استندت ديلي ميل البريطانية في خبرها إلى تقرير سابق لصحيفة الأسبوع الصحفي المغربية التي نشرت خبراً تتبعت فيه نسب الملكة إلى ما يرجع ل 43 جيلاً، مستندة بدورها إلى بيكر ونشرته حول سجل الأنساب بوركس بيريدج. Every year, we herald the coming of Christmas by turning on the lights. And light does more than... باحث آخر ينسف كلياً موضوع النسب بين الملكة والنبي من خلال زائدة، حيث أشار محمد عبد الله عنان مؤلف دولة الإسلام في الأندلس إلى أن زائدة الأندلسية وذريتها النصرانية تظل أسطورة كبرى في التاريخ الأندلسي ساعدت في رواجها الروايات الإسبانية في التواريخ النصرانية. وبدوره أكد الباحث التاريخي الشاذلي عباس أن الأسر النبيلة في أوروبا قد احتفظت بالعديد من المخطوطات والمطويات الأثرية القديمة التي تعود لأقدم العصور وتوضح تسلسل تلك الأسر النبيلة، وكان نصيب الأسد منها في إنجلترا حيث حفظ بعضها في المتحف البريطاني الملكي ومكتبة كامبريدج، والتي لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى صلة الملكة إليزابيث وأجدادها بالنسب النبوي الشريف مثلما ادعت مؤسسة بوركس بيريدج.